من الاخر في الفيديو ده انا جاي لك بثلاث موبايلات هما يعتبروا افضل موبايلات للالعاب. ركز معايا كده في اول الفيديو. والموبايلات دي من الاخر كده في فئه سعر من 1500 جنيه لحد 2700 جنيه. ما تفكرش من الاخر كده غير في ثلاث موبايلات دول. لو انت شخص بتدور على موبايل للالعاب، انت شخص من الاخر جيمر وعايز تاخد احسن اداء للالعاب في الفئه دي. فمن غير ما نضيع وقت كتير كده، انزل اخبط لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفنا تنسيش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي فخلينا نخش كده في الفيديو على طول. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه ام كريفيوز، ومع فيديو جديد عن افضل 3 موبايلات للجيمنج لو انت شخص جيمر. وخلينا نبدا على طول كده مع اقل موبايل فيهم ممكن يديك اداء للالعاب ويعتبر افضل موبايل في فئته للالعاب، وهي الفئه بتاعت من 1800 ل 1900 جنيه. وهنا مفيش غير موبايل واحد في الفئه دي، وهو ريدمي 9C. احسن موبايل في الفئه السعريه دي هيديك اداء للجيمنج، وده طبعا بفضل المعالج الميديا تيك هيليو جي 25. معاك نسختين من الموبايل ده، نسخه 2 جيجا بايت رام 32 جيجا ذاكره داخليه، ونسخه 3 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه، زائد زي ما قلت لك معالج ميديا تيك هيليو جي 25، المعالج اللي بيديك اداء كويس جدا في نقطه الجيمنج، لان بطبيعه ميديا تيك متفوقين في سلسله الجي، وسلسله الجي دي هي السلسله الموجهه للالعاب. ده زائد ان انت معاك اهم حاجه بتساعدك على حته الالعاب، شاشه حجمها 6.5 انش اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس، جايه بتصميم يعتبر مش جديد قوي ولكن كويس ومعقول في فئته، وهو الووتر دروب نوتش، والحافه السفليه تعتبر معقوله في الفئه السعريه دي. ومن الاخر كده في الفئه السعريه دي مش هتلاقي افضل من الموبايل ده، لان الموبايل ده هو الموبايل الوحيد اللي بيقدم لك اداء قوي جدا في الالعاب ومميز في فئته، وكمان بيقدم لك البصمه. اغلب الموبايلات اللي هتلاقيها بتقدم لك معالج موجود في الموبايل ده، هتلاقيه ما بيقدم لكش بصمه من الاخر. فده الموبايل الوحيد اللي هيقدم لك اداء ممتاز، وهيقدم لك بصمه، وهيقدم لك كمان شاحن سريع 18 واط، وهيقدم لك بطاريه ممتازه 5000 ملي امبير، وهيقدم لك مايكرو يو اس بي كمدخل شاحن. وهنا ما تسالش وتقول لي طيب سي يا صاحبي، لان مفيش في الفئه دي موبايلات بتيجي بالتايب سي من الاخر كده. فده افضل موبايل هيقدم لك تجربه جيمنج لو انت معاك من 1700 1800 1900 جنيه. ما تفكرش من الاخر كده غير في ريدمي 9C. وخلينا بقى نطلع شويه كده بالفئه ونتكلم على لو انت شخص معاك من 2000 ل 2200 2300 جنيه. وهنا على طول برشح لك اقوى موبايل من شاومي في الفئه السعريه دي، موبايل بقاله سنه ونص محافظ على وضعه في السوق واخد الفئه السعريه دي لحسابه، وهو ريدمي 9. هنا بقى انت بتاخد التجربه لاعلى شويه، هنا انت معاك اداء ممتاز اقوى فرق ملحوظ من اللي موجود في ريدمي 9C من خلال ميديا تك هيليو جي 80، زائد كمان انك معاك 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه. وهنا انا بقصد النسخه دي سعرها دلوقتي من 2300 ل 2400 جنيه، وده يعتبر صفقه ممتازه جدا جدا جدا. ده زائد كمان انك برضو معاك شاشه 6.5 انش ممتازه اي بي اس ال سي دي، ولكن هنا بقى الشاشه فول اتش دي بلس، هتاخد تجربه افضل في الالعاب. كمان عندك مدخل تايب سي، عندك بصمه موجوده في ظهر الموبايل، وظهر الموبايل شكله شيك، عندك كمان 4 كاميرات، عندك شاحن سريع 18 واط، وعندك كمان بطاريه ممتازه 5000 ملي امبير. فالموبايل ده هو اكتر موبايل في الفئه السعريه دي بيقدم لك قيمه مقابل سعر، وكمان بيقدم لك احسن تجربه العاب ممكن تاخدها. اما بقى بالنسبه لاخر موبايل معانا في الفئات السعريه دي كلها، وده اعلى تجربه العاب لحد الان، وهو من الاخر كده الانفينكس هوت 10S. موبايل ممتاز جدا، وكنت اتكلمت عنه، تجربه ممتازه جدا مع شاشه حجمها 6.8 انش اتش دي بلس. يمكن يكون الريدمي 9 بيتفوق في دقه الشاشه، ولكن كحجم شاشه، كشاشه 90 هرتز في الفئه السعريه دي، الموبايل سعره 2450 جنيه او 2500 جنيه، يعتبر ممتاز جدا جدا جدا. كمان عندك سماعات ستيريو، عندك تصميم يعتبر كويس جدا. ولكن بقى النقطه اللي ممكن تفتقدها هنا، ان الموبايل للاسف بيجي بمايكرو يو اس بي، ما بيجيش بتايب سي، وممكن يكون ريدمي 9 بيتفوق عليه في النقطه دي. ولكن انت هنا من الاخر بتاخد اداء ممتاز جدا مع معالج الميديا تك، وبتاخد 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه، كمان الريفرش ريت 90 هرتز اللي هيديك سلاسه، زائد كمان اكتر حاجه بتميز انفينكس في الفئه السعريه دي السوفت وير. سوفت وير او واجهه انفينكس عامه ممتازه عن واجهه شاومي حاليا اللي بقت فيها مشاكل كتير. قادر انك توصل ل 2500 2600 جنيه، فانا برشح لك وبشكل مرتاح جدا انفينكس هوت 10S. انت بقى ما بتحبش انفينكس وعايز موبايل في الفئه السعريه دي بيقدم اداء قريب من الانفينكس، بس هتفتقد ال 90 هرتز، وتاخد شاشه فول اتش دي مكان الشاشه الاتش دي الموجوده في الانفينكس، فقدامك ريدمي 9. اما بقى لو انت مش قادر اصلا تطلع لفئه ال 2000 جنيه، وعايز موبايل من الاخر يديك اداء ممتاز ويديك تجربه كويسه جدا، هنا عندك ريدمي 9C وبس كده.
دول اكتر ثلاث موبايلات هيدوك اداء العاب من 1500 ل 2500 2600 جنيه. ومن الاخر كده ما تفكرش كتير وتدور، لان مفيش قدامك غير الثلاث موبايلات دول، ده لو انت شخص جيمر. اما بقى لو انت بتدور على افضل موبايلات في الفئه السعريه دي، من الاخر بيقدم لك تجربه واداء متكامل، فانتظر يا صاحبي. من الاخر كده الفيديو هعمله لك قريب عن افضل موبايلات بقى بتقدم قيمه مقابل سعر. اما الفيديو ده من الاخر كان بيغطي افضل موبايلات لاداء الالعاب في الفئه السعريه دي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عندك اي سؤال انت تنزل تحت الفيديو على طول تخبط سؤالك في كومنت، عشان في فيديو اسئله جاي قريب جدا. وكالعاده اشوفك الفيديو الجاي. سلام.